بسم الله الرحمن الرحيم. القانون الإداري لطلبة سنة تانية قسم الفرنسي، الموضوع المحاضرة الخامسة في التعيين في الوظيفة العامة والشروط المطلوبة. طبعا شرط السن وشرط الجنسية وشرط طبعا حسن السمعة والسلوك وشرط اللياقة الصحية و حسن السمعة والسلوك. طبعا ده من الشروط المهمة اللي هنركز عليها، بس بسرعة كده. الجنسية لازم يكون الموظف العام معه جنسية مصرية، والجنسية المصرية دي ممكن تكون جنسية أصلية أو يعني منذ الميلاد، وممكن تكون جنسية مكتسبة، والجنسية الأصلية تبقى هي الأساس، لكن ممكن أن يعين شخص معه جنسية مكتسبة إذا مضى على هذه الاكتساب الجنسية يعني مدة معينة بتحددها القوانين في كثير من الدول بمدة 5 سنين، أو إذا عشان يتعين في وظيفة عامة ومدة 10 سنين عشان يترشح في الانتخابات. وبالتالي يعني شرط الجنسية من الشروط المهمة في كل الدول تشترط لتولي الوظيفة العامة شرط الجنسية. ليه؟ عشان يبقى في انتماء للبلد ومحبا لهذا البلد على أساس أنه يتولى وظيفة عامة لخدمة هذا البلد، فلا بد أن يكون يعني معتنقا أو يعني محبا لهذا البلد. و بالتالي بتبقى شرط مهم. في الولايات المتحدة الأمريكية برضو بيتطلب حتى شرط هذا الشرط، لأنه منذ سنة 1935 يعني، لكن قبل ذلك ما كانش بيتطلب في أمريكا الجنسية، لأنه كانت دولة جاذبة للسكان وفي بداية نشأتها، وبالتالي مجرد أن يتقدم الموظف الشخص الوظيفة ما كانش يتطلب منه جنسية، خاصة كانت هناك دول كثيرة قد هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد كده أصبحت الجنسية مهمة برضو في التعيين في الوظيفة العامة في النظام الأمريكي وفي كل الدول. تعيين الأجانب بيبقى صعب طبعا في الدساتير المصرية، كان بتمنع تعيين الأجانب إلا على سبيل الاستثناء، كان يكون خبيرا في مسألة معينة أو لديه تخصص غير موجود في البلد، فممكن يبقى مهم في بعض الوظائف ويعين على هذا الأساس. بعد كده السن، المهم السن لابد أن يكون بالغا سنا معينا بيحد يعني في القانون المصري المادة 20 من القانون العاملين ومن القانون الحالي قانون رقم. طبعا القانون الحالي نص برضو على أن يكون سن الموظف لا يقل طبعا عن حد أدنى من السن يسمح له بالتعيين وتحمل التبعات، وبالتالي ألا يقل سنه عن 16 سنة ميلادية، وبيبقى الحساب بالتقويم الميلادي. المادة 23 من قانون 8 من اللائحة التنفيذية، السن بيثبت بشهادة الميلاد يعني مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي. وبعد كده طبعا لازم يكون الموظف عنده اللياقة الصحية التي تجعله كفءا للقيام بهذا العمل وقادرا على لمواجهة متطلبات هذا العمل. وطبعا الوظيفة العامة بتتطلب نظاما صحيا معينا قد تزداد شروطه في مسائل معينة، مثل الشرطة والجيش مثلا، ويبقى لازم يكون في قواعد أو حد أدنى يتوافر في هذا الشخص لكي يتولى الوظيفة العامة. وطبعا القدرة البدنية والذهنية لدى الموظف بتبقى أساسية وضرورية لتولي الوظيفة العامة. اللياقة الصحية برضو بيكون يعني تثبت بالقرار من مجلس الطبي المختص.
وبالتالي الموظف برضه يجب أن يكون حسن السمعة والسلوك، ويتميز بالأخلاق الحميدة، وهذه الأخلاق الحميدة بتبقى شرط مهم للتولي الوظائف العامة. بمعنى أن هو يكون المرشح محمود السمعة حسن أو محمود السيرة حسن السلوك، والمسرع لم يحدد هذا الشرط طبعا من الشروط المهمة، يعني أن يكون الموظف حسن السمعة والسلوك، بمعنى أن يكون مرشح محمود السيرة حسن السمعة ويكون لديه الصفات الأدبية التي تؤهله للوظيفة، وأن يكون لديه المسلك الذي يحترم الواجب أو يحترم الوظيفة يعني. والمحكمة القضاء الإداري ما عرفتش تعريفا محددا هذا الشرط، يعني بترى المحكمة أن المرء يكون يعني قد عرف عنه من صفات حميدة تتناقلها الألسن وتقر أو تقر في الأذهان على أنها صحيحة، وأن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت معلوم، ولذلك فلا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة، وإنما يكفي لسوء سيرة المرء أو أن تقوم يعني ضده شبهات أو تعلق بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد دنتم أي أحكام جنائية أو غيرها. يعني الشخص سيء السمعة اللي هو الناس بتتكلم عنه وبيبقى فيه شبهات، وهذه الشبهات تتعلق به عندما يذكر فلان يبقى كذا كذا، ودون أن يكون هناك حكم عليه أو حكم جنائي. ولذلك الإدارة في هذا الشأن ساعات بتسيء استعمال هذا النص وترفض بعض التعيينات في بعض الوظائف نظرا أن هناك سوء سمعة أو سوء سلوك أو شبهات تحوم حول هذا الشخص أو حول أحد أقربائي مثلا، وبالتالي يستبعد من الوظيفة العامة. وهذا طبعا يبقى فيه تعسف، والقضاء بيقر هذا ويعتمد على تقرير السري أو تقرير بعض الجهات الرقابية في هذا الشيء. طبعا حسن السمعة والسيرة يعني عملية بتحيط بالفرد، ويعني تأخذ صفة معينة مما يشاع عنه أو مما يعرف عنه، بالتالي بيبقى التقدير خاضع لجهات المسؤولة، وإن الشخص ده يستبعد في الترشيح قد يكون لمجرد تورطه في وقع مشينة أو إن هو ليس حتى الفاعل الأصلي أو إن هو بيجلس في أماكن سيئة السمعة أو إن هو عرف عنه إن هو يعني يسلك دائما الطرق المشكوك فيها. برضو المحكمة بتكتفي بالدليل على سوء السمعة بوجود دلائل جدية أو شبهات قوية، ومش مهم يكون هذه قد صدر فيها أحكام نهائية بالإدانة أو أنها تكون إدانة في جرائم مخلة بالشرف، لكن يكفي أن يكون هناك إشاعات قوية على أن هذا الشخص ليس بالشخص السوي من ناحية السلوك. طبعا الفقه بينتقد هذا الوضع لأنه يأخذ الناس بالشبهات وسوء السمعة ويعتد بهذه الأمور الاحتمالية، ومما يؤثر برضو على كرامة الإنسان وحريته، ويحط من قدره ويزيد من إحساسه بمرارة الظلم. وطبعا القضاء ساعات بيعمل تبريرات أو مبررات، ولكن هذا برضو ليس من سبيل القطع، من سبيل القطع أو التأكد من وجود هذه الشبهات
أو أنها حقيقية. وبالتالي لازم يكون في ضمانات برضو لكفالة صدق وسلامة هذه الإشاعات أو ما يروج أو ما يروج عن المرشح من صفات سيئة. والمحكمة بتصدر أحكامها على هذا الشأن كما تقتنع، عندما تقتنع بشيء بتصدر أحكامها، ما تقتنعش بشيء ممكن. ومن أحكام المحاكم القضاء الإداري ما أن سوء السمعة هي حالة تلحق بالشخص وتحيط به ولا تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هناك أدلة قاطعة أو تدينه في واقعة معينة أو أحكام معينة، ولا يتطلب أن تكون هناك أحكام جنائية ضده، وإنما يكفي قيام الدلائل الجدية وشبهات قوية لها أصول ثابتة بالأوراق والبيانات الرسمية المودعة في ملف المطعون ضده. يكفي هذه الأمور في الملف الموظف، ولا يشترط أن تكون هناك أحكام جنائية ضده أو أحكام سيئة السمعة، لكن يكفي أن تكون هناك شبهات موجودة في ملف الموظف بناء على تحريات الجهات المختصة. برضو محكمة القضاء الإداري قضت بأن سمعة الشخص تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي باتهام جدي وإن لم تقم بسببه الدعوة العمومية، وإن لم تقم بسبب الدعوة العمومية، يعني يكون في اتهام جدي بالمسلك بتاعه أو الأخلاق، يعني ضد الأخلاق التي يجب أن يتميز بها الشخص. وحتى لو ما فيش برضو أحكام تأديبية، وإنما الأمر يرجع إلى تقدير القضاء والقاضي، والذي يقدر كفاية الأدلة أو عدم كفايتها. وبالتالي الموظف اللي هو يرتكب بعض الأحكام المخلة بالشرف، يعني بعض الجرائم المخلة بالشرف، ويصدر ضده أحكام تمس بالشرف والسمعة، والذي يوجه إليه الاتهام وتحفظ القضية الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وأن تكون هناك شكاوى ضده من كثير من الجهات أو من الأشخاص، أو أن يثبت سوء سلوكه بدليل مادي، وإن لم يكن هناك حكم قضائي ضده، فده كله بيبقى من الأشخاص سيئي السمعة الذين يمكن الإدارة استبعادهم من التعيين في الوظائف العامة. وحسن السمعة شرط عام لتولي كافة الوظائف، ولكن الدرجة بتاعته بتختلف من وظيفة. كذلك شرط عدم سبق الفصل الشخص من الخدمة تأديبيا، لأنه إذا تم فصل الموظف من الخدمة تأديبيا فلا يجوز له الرجوع إلى التعيين مرة أخرى إلا بعد مضي مدة معينة تكون تقريبا حددها المشرع ب4 سنوات. وطبعا الإدارة لها سلطة تقديرية في ذلك، لأنه فصل الموظف يكون جزاء لارتكابه جريمة مخلة أو جريمة ذات خطورة مالية، وهذا برضو بتخل بأهلية الشخص الأدبية لشغل الوظيفة العامة. وكذلك من شروط التعيين في الوظيفة العامة أن يستوفي المتقدم الوظيفة مواصفات الوظيفة، بمعنى أن الوظيفة بتتطلب شهادات معينة، وتتطلب بالتالي قدرات وكفاءة وجدارة معينة، ويجب أن تتوافر هذه الصفات، وهي مجموعة. طبعا الوظيفة بتبقى مجموعة من السلطات والواجبات، والشخص الذي يقوم بهذه المسؤولية يجب أن يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة. ودي هذه الشروط التي يجب توافرها في الموظف العام. بنركز طبعا على شرط طبعا حسن السمعة والسلوك، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة،
ومعنى هذا وموقف القضاء منها وعدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيا، وبالتالي دي من أهم النقاط التي تعرضنا لها في هذه الجزئية.